بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مزكير عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في دورة البرمجة الكائنية التوجه أو الشيئية، ووصلنا إلى الديزاين باترن وآخر درس هو الفاكتوري. إذا سنتكلم على الفاكتوري ميثود، وبآخر لغة يعني الطريقة الرابعة أو اللغة الرابعة هي الدلفي. كما تلاحظون هناك فيديوهات للبرمجة الكائنية التوجه بالتايب سكريبت، أيضا بالدلفي والدوت نت، وإن شاء الله سنضيف الجافا يعني للأشياء السابقة. أما هنا فاستعملنا ديزاين باترن سنجلتون وعملناه بأربع لغات من بينها الدلفي، وأيضا دخلنا إلى الفاكتوري وعملنا الدرس الأول بالدوت نت، ثم الدرس الثاني بالجافا والتايب سكريبت، الدرس الأخير سيكون بلغة الدلفي. وشرحنا ايضا ما هو ديزاين باترن، تجدونه في صفحتي على الفيسبوك، ما هو ديزاين باترن ودورها وما هي انواعها، وتجدون ايضا الشرح للفاكتوري. ما هو نمط التصميم فاكتوري؟ هو ببساطه احد انماط التصميم الانشائيه، اذا هي كرياشنال، هي احد التصاميم يعني احد الديزاين باترن التي تسمح بانشاء الاوبجكت. اذا هذا النمط يسهل علينا عمليه انشاء الكائنات او الاشياء الاوبجكت بطريقه ما. يعني الهدف من هذا الفاكتوري هو انك تستطيع انشاء مجموعه من الكائنات بدون يعني بدون عن بدون ان تعمل كود معقد، يعني تبسيط الكود قدر المستطاع، هو عمليه تبسيط الكود. إذن هي طريقة لتكتب كود بسيط يسمح بإنشاء الكائن. وهناك الكثير طبعا في هذا الموضوع، هذا النوع هو هذا الشيء، لكن الفاكتوري هو طريقة من هذه الطرق، وسنشرح في هذا الدرس. كما قلت عملنا درس شرحناه بالتفصيل في درس السي شارب، عملنا شرح مبسط في الجافا أو تايب سكريبت، وأيضا سنعمل شرح مبسط لأنني هي يعني الشرح الرابع، سيكون شرح مبسط فقط للسنتاكس الذي نعمله في الدلفي. أما النظري موجود في صفحتي على الفيسبوك، وأيضا في الدروس السابقة الموجودة في سواء في السي شارب أو الجافا، وأيضا تفتح لك مجال لتعرف على اللغات الأخرى والسنتاكس الخاص لعمل نفس الشيء الذي نعمله بواسطة الدلفي، تستطيع عمله باللغات الأخرى وتلاحظ النتيجة. نبدأ إن شاء الله. الهدف عندي صورة سأريكم إياها. كما تلاحظون في هذه الصورة سننشئ انترفاس اسمها ترانسبور، وفي هذه الانترفاس هناك كلاس اسمها كار خاصة بالسيارة، وكلاس أخرى اسمها بايك وخاصة بالدراجة. إذا كل من هذه الكلاسات ستعمل امبليمنت لهذه الانترفاس أن توجد ميثود، وهي ما هو الركوب يعني الدراجة أو السيارة. سنعمل هذا المخطط بطريقة الفاكتوري، وكيف يتم إنشاء الانستانس يعني إنشاء أوبجكت من هذه الكلاس ومن هذه الكلاس يعني بالطريقة العادية ثم بطريقة الفاكتوري. إذا فتحت الدلفي كما تلاحظون كود بسيط جدا يعرض هالو، الكود منفذ يعرض هالو كما تلاحظون. أوكي، سنضيف إذا الانترفاس والكلاسات اللازمة. سنبدأ بالانترفاس، إذا هنا نضيف تيب، أول شيء هو انترفاس، وهذه الانترفاس ضفت لها ميثود اسمها بروسيدور، يعني بروسيدور هي تسمح لي بعرض رسالة في الكونسول. وسنعمل كلاس الأولى اللي هي car وكلاس الثانية اللي هي by، ونعمل implementation للميثودات للميثود التي تعرض الرسالة. إذا كما تلاحظون هذه تعمل implement، كلاس car تعمل implement لهذه الانترفاس، ونفس الشيء في الباي، وعملت تصريح أو تعريف للميثود. سأضغط على control maj c وسيعطيني الامبليمنتاسيون، سأضغط أيضا على نفس الشيء كي يعطيني الامبليمنتاسيون، وهكذا سينشئ لي الميثودات، سأكتب فقط الرسالة.
إذن رسالة تعرض في الكونسول رسالة أنني ضغطت أو ركبت في الدراجة أو ركبت في الكار. كي الآن نذهب إلى المين ونكتب الكود العادي الذي ننشئ به أوبجكت من نوع كار. إذن عندي أوبجكت من نوع كار، قلت له كار كرييت، هذه الطريقة العادية. ثم نفس الشيء، أريد أوبجكت للكلاس الثانية، سأنشئ بالطريقة العادية أوبجكت ثاني وأقول له نادي أو أطلب الميثود التي تسمح بعرض الرسالة. نجرب هذه الطريقة العادية بدون فاكتوري وتحصلنا على الرسالتين. إذن هذه الطريقة العادية، الفاكتوري سيطلب مني عدم عمل كرييت هكذا في الكود، يعني هذا في كود المعالجات لا يطلب مني لا نكتب كرييت في المعالجات، بل نكتبها في كلاس سيباري، يعني في كلاس منفصلة. هنا الكلاس الجديدة نكتبها فوق. إذن سأصرح أو أعرف بكلاس جديدة هنا اسمها Transport Factory. إذن في هذه الكلاس ستكون هنا ميثودات التي تسمح بمنادات أو بإنشاء الأوبجكت انستانس. إذن سميتها Transport Factory. سأضيف لها كلاس ستاتيك، لذلك عملت كلاس function أو هذه الميثودات عفوا أو function static. ترجع interface، ترجع instance من الكلاس car أو البايك حسب، يعني إذا عملت get bike سترجع لي instance أو object من نوع get bike أو bike أو get car التي ترجع لي instance من get bar bike car. إذن أعملكم نفس الشيء، أتحصل على التعريف وأقول له create إذن get bike سترجع لي instance من bike، وهنا get car ترجع لي car. إذن لا أحتاج إلى create هنا بما أني عملت هنا create. إذن هنا سأطلب فقط هذه الميثودات، سأقوم بطلبها. الطلب سيكون هذه الطريقة رقم 2، الطريقة رقم 2 هذه، يعني الطريقة الأولى بدون factory، الثانية هي factory لكن سنصححها أيضا. إذن سأنشئ متغير object اللي هو car من نوع get car. إذن get car ماذا سترجع لي؟ سترجع لي create car. أوكي، لكن الريزلت هو interface اسمه transport. إذن لابد أن نعمل cast. إذن عملنا cast للcar، أنا متأكد أنه سيرجع لي car، لذلك عملت له cast. ثم أنادي أو أطلب الميثود بنفس الطريقة، ناديت إلى الميثود get bike، عملت له cast ليكون bike. ثم ناديت الميثود الثانية التي تعرض. إذن سنجرب الآن، من المفروض يعرض لي الرسالتين. نعم، كما تلاحظون اتصلت بأنشأت instance، أنشأت object من هذه الكلاس، ثم object ثاني من هذه الكلاس، وطلبت منه أن ينفذ تعليمة لعرض رسالة في الكونسول وقام بعرضها. في Design Pattern Factory يقول لي عوض أن تعمل هذا الكود اعمل ميثود واحدة فقط، يعني عفوا أين ذهبنا، هذه ميثود نذهب إلى هنا، نعم في هنا الجيت بايك وجيت كار، يعني في كل مرة نضيف كلاس نريد إضافة أوبجكت لابد أن ننشئ فانكشن يعني خاصة بها أو ميثود خاصة بها. لذلك في الفاكتوري يقول لي هذا خطأ، يعني لا تعمل هكذا، اعمل فقط ميثود واحدة التي تسمح بإنشاء انستانس لجميع الأوبجكت التي هي موجودة عندك. إذن سأحذف هذا الكود وأنشئ، أقوم بإنشاء ميثود بهذا الشكل. إذن هذه الميثود اسمها، سميتها بهذا الاسم، سأنزع الميثودات هذه وأعوضها بهذه الميثود. إذن create instance سأمر لها string،
وحسب هذا string، حسب الاسم الذي سيمرره. إذا كان هو car سينشئ لي car، إذا كان هو bike سينشئ لي bike، إذا كان شيء آخر أيضا سينشئ هذا الشيء. إذا سأمرر string كما تلاحظون. ماذا نسيت؟ نعم هذا هو. إذن create instance هي أمر لها تيب. إذن هذه create instance في الكلاس transport factory أمر لها تيب. أوكي. إذن عندي متغيرة فقط لتفادي، لأن كما تعلمون دلفي لا أستطيع عمل case لstring، لابد من أن أضعه في قائمة. هذه كلها فقط لوضع القائمة لإنشاء قائمة string، ثم اعمل تشيك لهذه القائمه. يعني الطريقه فقط لي استطيع عمل تشيك في الكيس بواسطه string. اوكي، انشات هذه القائمه ثم قلت له اذا كان يعني الاندكس اوف اذا كان صفر، اذا رقم البوزيشن يعني الموجود في هذه الليست هو صفر، فهذا بايك. اما اذا كان هو واحد فهذا معناه كار. اذا عندما اقول له عندما امرر له بايك هنا سيذهب، سيجد انه صفر يعني في الخانة رقم صفر، إذا سيقوم بإنشاء by create، يعني يعمل لي instance. في result، result ماذا؟ هي return يعني الرجوع للfunction. إذا كان مررت له car سينشئ car، وإذا لم أمرر له شيء أو مررت له شيء غير موجود فسيرجع لي exception. أوكي، هذا هو الكود. إذا هذه الميثود كيف أقوم بمنادتها الآن؟ هنا سأنزع هذه الميثودات لأنها حذفناها، وسأقول له الطريقة الثالثة. إذا الطريقة الثالثة هو get instance car get instance bike، يعني نفس الشيء. هنا أرسل له string كبارامتر، سيعمل check ثم يعمل لي إذا كان كار سيقوم بتنفيذ التعليمة، وبعد ذلك أستطيع أصبح عندي instance، يعني أصبح عندي object من class car. بنفس الطريقة سنعمل cast ثم نطلب method ننفذ. وكما تلاحظون النتيجة ما زال لم ينتهي، يقول لي يعني من تصحيحات، يعني ليس في الفاكتوري، هذا هو الفاكتوري، يعني انتهينا من درس الفاكتوري، فقط من تصحيحات الكود أننا لا نستعمل string بهذه الطريقة، لابد أن نستعمل enumeration. لذلك سنضيف enumeration في الدلفي عن طريق chip. نذهب إلى chip ونضيف enumeration هنا. هذه enumeration فيها bike وcar، فقط أضفت t يعني تفادي المشاكل. إذن عندما أعمل له transport dot bike سيعرف أنني أتحدث على هذا وأتحدث على هذا إذا عملت car. أوكي، الآن سأغير الميثود التي أنشأتها مؤخرا، يعني آخر ميثود هذه، حيث أمر له، لا أمر له string بل أمر له tip، يعني أحد هذه الvalue. وبطبيعة الحال سنغير أيضا الكود في الأسفل. نفس الطريقة، إذا هنا ليس string بل هو tip، ولا أحتاج إلى الأراي أو string list، بل أحتاج فقط إلى هل هذا tip يساوي إلى bike؟ إذا كان كذلك سينشئ لي bike، إذا كان car سينشئ لي car، إذا كان غير ذلك سيحدث exception. بعد ذلك طريقة التنفيذ نفس الشيء، يعني نفس الكود، فقط سنغير string بالenumeration. فقط هنا ننزع string ونقول له take car و tip bike، ثم سننفذ، وكما تلاحظون نفس النتيجة. إذا تحصل على النتيجة. إذا هذه الطريقة كما تلاحظون، كار ما هو؟ هو object، object أنشأناه كيف أنشأنا هذا object؟ عن طريق create instance. create instance ما هي؟ هي method static. method static لماذا؟ لكلاس موجودة اسمها transport factory. إذا هذه الميثود هنا create instance. أوكي، هذه الانستانس نمر لها بارامتر في شكل string أو في شكل enumeration مثل ما عملنا،
حسب نوع هذا البارامتر او حسب البارامتر الذي ارسلناه سننشئ انستانس لكلاس موجوده في الكود. اذا كانت بايك سينشئ بايك، اذا كانت كار سينشئ كار. بعد ذلك بعد ما انشانا انستانس نستطيع الوصول الى كل التعليمات بيبلي، يعني من بينها التعليمه التي تعرض الرساله. هذا كل شيء في درس هذا اليوم. اذا عملنا نفس الدرس باللغات الاربعه، نتمنى ان نواصل في هذا المشوار حيث نعمل كل الدروس باربع لغات. الى درس قادم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.